جي اي تي ديس اوردر. يلا ماما تليفونك زين. راح نبدي هذا الاسبوع، الاسبوع اللي راح نكمل الجي اي تي ديس اوردر. مثل الاسبوع الماضي الشيء اللي اقول عليه مهم زين، هذا ركز عليه بالامتحان لانه احتمال يجي اساي او حتى ممكن ام سي كيو. الجي اي تي راح ناخذ ديس اوردرز اوف اسوفيجس اوف ستومك اند سمول اند لارج انتستين. تمام زين، فراح نبدي بالاسوفيجس. يلا ماما شوي سريع. يلا عيني اسوفيجس ستومك وبعدين سمول اند لارج انتستين. تمام، اول ما راح نبدي بال ديس اوردر احنا راح تكون هذا من عندنا. أما نشوفها localized to a particular structure of organ أو maybe شنو تكون generalized، يعني ممكن تصيب أكثر من site بالجي آي تي أو ممكن نشوفها من الـ oral cavity إلى آخر شيء من الـ زين. راح نشوف الـ symptoms اللي نشوفها شو وقت نشوفها لما يصير عندي جي آي تي disorder. شنو يس إيش تتوقع الـ symptoms؟ vomiting, diarrhea, constipation, pain, abdominal pain وغيرها. فهذه ممكن كلها anorexia, loss of appetite. ليش يصير loss of appetite؟ عادة يصير فضل وفقدان الشهية. من وين يجي فقدان الشهية؟ أما يكون عندي دياريا فعاني من هالقد ما مستمر هذا الكونديشن، فبعد المريض نفسه ما يشتهي ياكل او ألمه، الالم يخلي الواحد ياكل. يعني انا كل مدى اسوي كونسبشن او فود شي يصير عندي بعدها يصير عندي بين، فابتعد مو صحيح ابتعد عن الطعام. نوزيا ايضا راح يصير عندهم احباط، فومتنج، دياري، كونستيبيشن، بليدنج اوبفيوس اور اوكلت اللي اشوفه ديتكتد باي لابراتوري تيست. يعني شو اما راح ينشاف البليدنج خبر غلط. يلا انا راح اتكلم اما راح ينشاف البليدنج. يعني شنو ينشاف البليدنج؟ اما بلادي دياري او بلادي فومتنج. تمام، فراح ينشاف يعني او يسموه شنو يسموه الاكاونت. هذا شلون يطلع؟ يطلع ار بي سي بريزنس، راح يصير اكو الاكاونت مالتها يكون عالي شو وقت باللابراتوري تيست. تمام، الحين راح ناخذون بايوبسي ويشوفون بيها ار بي سي. وعاده احنا بالجي اي تي ديس اوردر راح نشوف البليدنج اما راح يكون او الكلر اوف ذا بلاد اما راح يكون يعني احنا نسميه ريد او شلون يكون يكون بلاكي اور تاري، يعني لونه مائل الى الاسودات. اللي يكون بلون البلاد الاحمر يعني بما معناه هذا البليدنج قريب. تمام، اذا كان وذ فوميتنج او اذا كان وذ دياري يعني بما معناه هذا البليدنج قريب. اذا شفت لونه غامق بما معناه بعيد، يعني اذا ويا الفوميتنج اتوقع البليدنج يكون هنا بالاسوفيجس اذا كان ريد. إذا كان لونه لا هذا من الاستومك زين، وهي الفومت وهي الدراري نفس الشيء. إذا قريب أتوقع بالركتوم بالكولون، لكن إذا لونه أحمر أي إذا لونه غامق لا أتوقع جايني من منطقة أعلى. تمام، هاي بالنسبة للبليدنج. أول ديس أوردر راح ناخذها راح نبدي من الإسوفيجس. نمبر 1 ديسفيجيا. تمام، بعدين ناخذ الإفلوجيا. الدسفيجيا يعني شنو؟ يعني شوفوا انا شو مسويت لكم، خلص انت مت بتقرا الدسفيجيا يعني شنو؟ difficulty بالسوالوينج صح؟ صعوبة بالبلع. شو تتوقعون ليش؟ ليش صعوبة بالبلع؟ infection يسوي inflammation obstruction صح؟ هذه يعني كلها causes تفكرون بيها لما اكو صعوبة بالبلع. يعني it may be caused by obstruction of esophagus or impaired motility of esophageal wall. هي الاسوفيجس شلون يتحرك؟ الستاتيك موفمنت صح؟ فهذه الحركه والتقلصات مالته اذا صار بيها ديفكت يعني بما معناه اكو صعوبه بالبلع. لان من اللي يساعد على السوالوينج؟ من اللي يساعد على البلع؟ هذه الحركه. فاذا صار بيها ابنورماليتي اور ديفكت ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي او اذا اوبستراكشن، اوبستراكشن راح يمر يصير باسج للفود؟ لا ما راح يصير. الاوبستراكشن ماي بي كوز باي وات؟
تيومر اكيد كونجنيتال دايرت اور دايفرتيكولار راح نحكي عنها. النيورولوجيك ديس اوردر سوتش از برين انجري ستروك اور باركنسون ديزيز ماي افكت. شوفوا شنو في اثر على الهورتري سوالوينج اور بريستالتس اوف ذا اسوفيجس. تمام واضحه هسه الكوزز لغايه الان هذه اللي حكيناها. ايش راح يكون هذا البيشنت دائما يشعر انه مختنق او يشعر الاكل لازق بنهايه الحياه زين، يعني يحس كانه ما اكل لقمه ما ناسي. هذا شعور المريض اذا choking coughing دائما يقح لانه دا يختنق هو. or abnormal sensation of food sticking in the back of the throat or upper chest when they swallow. زين لما يبلع هو دا ياكل يحس دائما اكو شيء لازق فيه. تمام هاي بالنسبه ليس هنا انا شوفوا الهيلثي اسوفيجس. شوفوا هذا الهيلثي اسوفيجس هذا البريستالتس موفمنت. شوفوا هنا صار عندي اوبستراكشن فالمرور مالته وتغير عندي هذا الوول مالته فصار عندي باسج اوف ذا فود يكون شبيه امبيرد يكون معطل او يعرقل. هنا انا شوفوا لي النورمال سوالو هذه هنا ايش يصير عندي هذا النوز هذا الماوث هذا الفود هنا والفود والدرس راح يدخل هنا. شوفوا هنا تو ذا لانج هنا وين اذا صار عندي اوبستراكشن احتمال يصير اسبيريشن اوف فود اند درينك انتو. تمام وعاده يصير لما حاله النوم يختنق. شايفين واحد من هو نايم شو يصير عنده؟ يصير عنده مرات شو يقولون؟ اختنق بالفلويد مالته. فهذه ايضا حاله ثانيه او رسم ثاني بس هي نفسها. هنا تو ذا لانج هنا تو ذا ستومك دي اشر لكم الفود اند درينك وذ شنو؟ يلو كلر. فهنا بحاله الديس اوردر سولو راح يصير عندي ايضا اسبيريشن اوف فود اند درينك انتو ذا واضحه؟ واضحه الوعيد؟ واضحه تمام. زين اكليجيا هنا ايش راح يصير شنو؟ هنا راح يصير فيلر اوف اللور سفنكتر بالنسبه للاسوفيجس تو شنو؟ تو ريلاكس. فالمفروض هي شو تسوي؟ ريلاكس بالضبط. اذا فشل هذا الريلاكس عندي راح يبقى الفود وين؟ فراح يكون اكو صعوبة بدخول الطعام into the stomach. It may be related to defects in neural input اكيد 100% مرات الخلل العصبي اللي يصير بالمدد العصبي اللي موجود بالاسوفيجس هنا راح يسوي لي هذا الفيلر اوف لور اسوفيجال سفنكتر تو ريلاكس. اكليشيا از ا كرونيك كونديشن يعني شنو؟ اذا صارت راح تبقى وتستمر عند الشخص ونعتبرها كرونيك كونديشن. هذه ايش راح تكون؟ causes distension of the lower esophagus. ليش distension؟ هسه اني relaxation ما يصير صح؟ بما معناه الفود وين دا يتجمع؟ فوق اللور اسفنكتر هذه اللي ما يصير بيها relaxation. فاذا ظل يتجمع ظل يتجمع هو chronic condition هذا البارت ايش راح يصير بيه؟ من يسوون فحوصات واشعه وغيرها هاي الامور راح يشوفون هذا البارت ايش بيه؟ يكون distended يكون متوسع. ليش متوسع؟ لان الطعام ده يبقى به فتره اطول مما بالنورمال كونديشن. النورمال كونديشن الباسج اوف ذا فود اوردينري اكر تمام يحدث بصوره طبيعيه لكن من يصير عندي هذا الفيلر اوف ريلاكسيشن راح يبقى الفود وين؟ يصير above the sphincter وهذه المنطقه ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها توسع distension. مثل ما قلت لكم هذا distension وتجمع المعام راح يؤدي لي الى شنو؟ chronic inflammation and eventual ulceration of the esophagus. واضح؟ يعني بقاء الطعام بهذا المنطقه اللي هي اعلى السفنكتر اللي المفروض يصير بها relaxation ويمر الطعام راح يصير عندي ulceration و inflammation و chronic اللي هي chronic condition. هذه الحاله اللي يصير with dysphagia هذه طبعا يصير شنو وياها؟ يصير بها ديسفاجيا اكيد يصير ديسفاجيا. ليش؟ لانه الطعام ده يبقى تمام فده يتراكم هنا فده يصير صعوبه بالبلع. vomiting and chest pain that is often exacerbated by eating اكيد يعني هنا المنطقه عندي متضيقه او يعني تجمع للطعام فكل ما اكل ايش يصير عندي؟ يصير عندي صعوبه صح؟ مرور الطعام
مدى يكون يمشي with normal condition or normal occurrence. تمام. Aspiration of esophageal content into the lung is possible when lying down. واضح أننا أيضاً وجود الطعام وبقاء بالإسوفيجس ومدى يمر بشكل طبيعي الشخص إذا نام خصوصاً حالة الإسوفيجس ممكن شي يصير ممكن يصير aspiration of food and drink when into the lung. هاي الحالة اللي حكيت لكم عنها قبل قليل. هاي الأكليشيا تبعها هذا شنو الإسوفيجس يمر منطقة الدايفرام وين يبدي يدخل يدخل بالستمر. هذه الهيلثي إسوفيجس عند الستمر هنا اللور إسوفيجس فيليتا وهذه الستمر تمام. هسه الحالة الأكليشيا شو يصير عندي ايش راح يصير هنا ايش قلت لكم اني هذه السفنكتر المفروض تكون ريلاكس تمام حتى يمر الطعام. اذا صار فيلر اوف ريلاكسيشن ايش راح يصير هنا عندي ايش قلنا ديستنشن بسبب شنو تجمع الفود واضح تجمع الطعام اللي ما يقدر يمر الى للاستمر. طبعا راح يكون ويكن سمون مصل اوف لور بارت اوف اسفنكتر اند لور اسفنكتر اسفنكتر هذه راح تكون ضعيفه العضلات لذلك ما دا يصير بيها ريلاكسيشن والكونتراكشن اللي يصير بالحاله الطبيعيه. تمام هسه واضح عندنا الديسفيجيا والاكليشيا واضحه لو اعيد اوكي زين. هسه عندنا الاسوفيجيال دايفرتيكولم هذا ايش راح يصير دايفرتيكولم يعني بوكيت يعني مثل الجيل اكو فد بروتروجن طلع من اللايننج ابيثيليا من الميوكوزا طلع من عندها سوالي البوكيت. البوكيت شي يجمع انا سوي بالاسوفيجس صح شنو اللي يمر بالاسوفيجس فود واضح فراح يصير اكو ايضا راح يجمع به هذا الفود. دايفرتيكولا ار اوت بوكيتينز تمام راح يصير مثل حدود جيوب اوف ذا اسوفيجال وول that occur most frequently from congenital weakness of the esophagus wall. يعني بما معنى هذول الأشخاص بالجينات مالتهم عندهم الوول مال الإسوفيجس شبيب ضعيف weak فالضعيف شنو ممكن يصير به هذا البوكيت. زين هذا الفود كان easy become مش قلت لكم أنا مش عندي فود فكان easy become trapped in these diverticulae leading to شنو أي طعام يبقى ما يصير لمرور بالشكل الطبيعي ايش قلنا شو يسوي مع انفلاميشن ألسريشن وغيرها. فاذا انفلاميشن انفكشن اوف ذا اسوفيجس وذ بوسيبل شو قلت لكم ألسريشن. ليش لانه ليش يصير ألسريشن لان بقاء الطعام بهذا المكان وعدم مروره بالشكل الطبيعي راح شو يسوي اريتيشن اليمن على الميوكوزا ذات لايننج اسوفيجس. فالإريتيشن شو يسوي لي بالمستقبل؟ يسوي لي ألسريشن يعني الدمج راح يصير بالإبيثيليا زين أو الميوكوزا زين. السيرجري is the optimum treatment for person with severe symptom or pulmonary complication تمام؟ فإذا حتى وجود هذه الدايفرتيكولا أو الدايفرتيكولاي ممكن أكثر من واحد وجودها لأنه بالإسوفيجس وقريبة عن اللنج راح يصير حتى الشخص شو يصير عنده يحس هو ما مرتاح فاحنا نسميها pulmonary complications او تكون severe symptoms. فطبعا من يسوون CT scan وغيره راح يشوفون هذا الدايفرتيكولم بتشوفون هذا البوكيت هذا البوكيت بالضبط هذه راح تكون الميوكوزا هي ويك فراح يصير هذا البوكيت هنا انا راح يشوفوه فش يسووا له يسووا له surgical removal تمام يعني التيبيكال تريتمنت هو السيرجيكال ريموفال. الاسوفيجال لاسريشن هذا اللونجيتودينال لاسريشن ان ذا اسوفيجس شو اسميه؟ راح يكون حقيقه مثل تقرحات موجوده نسميها مالوري ويست سندروم. شنو هذه اللاسريشن؟ مالوري ويست سندروم ريبريزنت نان بنتريتنج ميوكوزا تيرز راح تصير تشققات بالميوكوزا لكن شبيها مو ما مسويه perforation يعني ما داخله ديب مو مثل الالسر تمام. فهسه اللاسريشن شنو نان بنتريتنج شبيها تيرز موجوده وين ادغاس فور اسوفيجال جنكشن يعني وين تمام زين. فاذا
فإذا هي بهذا الجنكشن they are most often encountered in persons راح يشوفوها بالأشخاص اللي منو عندهم alcohol consumption تمام هذول اللي يطبع عنهم chronic هذول after about of severe retching or vomiting اللي يشرب حقيقة الكحول أو المشروبات الكحولية أغلبهم شيء يسألوا طبعاً اللي هو يعني نسميه سترونج أو شيء يسموه ما أعرف درينكر هذا شنو يصير عنده فوميتينج فهذا الفوميتينج اللي يصير رجوع الطعام شيء يسوي هذا الإتشنج ويسوي الإريتيشن فشي يصير عندي هذه شنو التيرز اللاسيريشن هي عبارة عن شنو ميوكوزا تيرز تمام فإذا retching or vomiting but may also occur during acute illness with severe vomiting إذا هذول الدرنكر عرفنا بالvomiting لكن الأشخاص العاديين يصير عندهم لما يصير عندهم شنو يكون أكو acute illness with severe vomiting يعني أنا لما أكو enteritis gastritis acute شو يصير عند patient يصير عنده vomiting صح والسيفير فوميتنج يعني شنو لما الاصابه تكون قويه ومناعته ضعيفه فكل شويه هو يصير عنده فوميتنج كل شويه يصير عنده فوميتنج ينتهي بيش ممكن يصير عنده اسوفيجيال لاسريشن يعني شنو يعني هذه التيرز اللي دا تصير واللي هي شنو نون بنتريتنج يعني ما داخله بالسيميوكوز واضح باقي وين باقي بالميوكوز ذات لايننج اسوفيجس هسه شو تتوقعون يتوقعون اللي دا يصير شنو الباثوجينيسيس المفترض هو inadequate relaxation of the esophageal sphincter during vomiting تمام inadequate relaxation المفروض شو يصير بالvomiting المفروض يصير relaxation إيه حتى دا يخرج ال food content لكن هنا دا يصير أيضا inadequate relaxation of the esophagus esophageal sphincter during vomiting with شنو stretching لأن أنا المفروض شو يصير عندي قد عدد مرة قد عدد المفروض شو يصير عندي يصير عندي relaxation لكن إيش يصير inadequate relaxation وبعد ويا شنو stretching تمام فهذا من دا يشد الميوكوزة ممكن يصير بيها شنو شو يصير بيها يصير بيها هذه التيرز اللي قلنا عليها التشققات واضح لولا فراح يصير عندي tearing of the esophageal junction during the propulsive expulsion of gas content واضح؟ أنا المفروض شو يصير عندي vomiting المفروض يطلع food content صح؟ شو يصير عندي relaxation لكن ليش تصير هاي التمزقات بالميوكوزا؟ لأنه بدل ما يصير عندي relaxation ايش يصير عندي؟ relaxation مو كافي وياها بعد شنو؟ يصير شد للميوكوزا من يصير شد هذا راح يسوي هذه التير اللي قلنا عليها نان بنتريتنج راح ينطيني اللاسريشن اذا صار بنتريتنج يعني انا اوصل للاصفر واضح لو لا واضح طلاب لو اعيد واضح تمام فاذا وقلنا ليش هذه قلنا ما تقدر يصير والمفروض اثناء خروج The tears which range in the length from millimeter to few centimeter شوفوها عيني هذه شنو اللي حكيت عليها هذا المالور waste tear فإذا أنا إذا راح أجيب هذا التيرن أو هاي الكونديشن شو تعرفوا لي إياها non-penetrating mucosal tear شوكيت الكوزس مالتها فنحكي عنها وهذا اللي يشوفوه بالإندوسكوبي هذا إسوفيجوس داخل بين فيزيشن بالإندوسكوبي يشوفه بعينه فراح يشوف شنو راح يشوف هذه التيرز شوفوا النورمال تشو ما بي هذه التيرز هذه تكون هي عبارة عن مليمترز إلى فيو سنتيمترز النيمف هذا طولها ومثل ما قلنا هنا نصير بالجاسرو إسوفيجوال جنكشن and also may be located in the proximal gastroesophagus يعني ممكن دغري ما ممكن تلمد إلى يعني مو بس بين الجنكشن لكن ممكن توصل إلى وين؟ إلى الجاستريك ميوكوزا أيضاً راح يشوفها الفيزيشن من يسوي الاندوسكوبي. إسوفيجيال لاسريشن أكاونت تقريباً 10% of the upper gastrointestinal bleeding فإذا إذا صار عندي bleeding ممكن يكون السبب منه 10 إلى 20% من السبب اللاسريشن اللي موجود تمام؟ which often present as hematemesis اللي شنو يعني اللي هو bloody vomiting تمام القيء ايش بيه يكون وياه دم هذه اللي راح من يكون عنده
البيشن من يكون عنده بلادي فوميتنج فيسوون اندوسكوبي ويشوفون شنو احتمال 10 الى 20% ممكن تكون هذه اللاسريشن. Most often bleeding is not severe and does not require surgical intervention. يعني اغلب البليدنج اللي يصير هو مو سيفير وما يحتاج surgical operation. Healing is usually شلون احنا يعني ممكن يكون عاده يصير healing with minimum or no residual effect. يعني حتى بعد ما يصير healing يعني راح نشوف الايفكت كلش بسيط او قليل بالنسبه للبيشن. خلص اللاسريشن واضح لو عيده واضح ان شاء الله. زين الهياتوهرنيا هذا فتق الحجاب الحاجز اكيد سامعين لي. الهياتوهرنيا استرداز باي شنو يصير عندي بروتروجن اور هرنيشن راح يصير فد بروز او يصير فتق. هو فتق شنو؟ فتح شنو؟ راح يصير عندي راكتشر بالإبيثيليا وراح يصير عندي بعدين يخرج بروتروجن جزء من الأورجن اللي موجود. إذا إحنا دا نحكي هنا بالنسبة للإسوفيغاس شو راح يصير عندي؟ هنا أنا راح يكون أبو هرنيشن of what؟ of stomach through منو؟ فإذا شنو؟ الهرنيشن دا يصعد منين؟ من الستومك. يعني الأورجن مالته هو منين؟ الاسوفيغس منين الاوريجين؟ من الاستومك. فراح يصير عندي هذا البروتروجن through the esophageal hiatus of the diaphragm يعني دخول او الفجوه المريء اللي تدخل عن طريق الدايفرام. There are two anatomic patterns of hiatal herniation. انتبهوا علي هذه مهمه. Axial or sliding and non-axial or para-esophageal. انتبهوا علي. هسه اول واحده ايش قلت عليها؟ الاكسيال تمام. والثانيه اللي قلت عليها النان اكسيال. الاكسيال ايش سميتها؟ تنتبهون اذا جبت اكسيال اذا جبت سلايدنج يعني هي منو؟ هذه راح احكيها هسه. النان اكسيال او بارا اسوفيجيال يعني السكند باتر. اول واحده ايش فيها؟ سوري السلايدنج هياتال هيرنيا ايش فيها؟ راح تكون بيل شيب. انتبهوا علي bell-shaped protrusion of the stomach above when diaphragm. هذا diaphragm لو لا منطقة دخول الاسوفيغس. نرجع لنا منطقة دخول الاسوفيغس للستومك وين؟ للديفرام. زين فإذا البروتروجن اللي يصير بالسلايدنج أو الأكسيال وين ألقاه؟ ألقاه بالديفرام هذه المنطقة. تفضل. زين فش راح يصير عندي؟ راح يصير bell-shaped protrusion of stomach above the diaphragm. Small sliding hiatal hernia are common and considered to be of non-significant and asymptomatic. شبيها هذه؟ non-significant يعني مو مهمة مثل النوع الثاني. واضح؟ شنو تكون؟ عبارة عن bell-shaped protrusion وين؟ above the diaphragm. منطقة دخول الإسوفيغس المن؟ داخل الاستمر. هسه البارا اسوفيجال أو النان أكسيال هياتال هيرنيا السفاليت بروتروجين أوف ذا ستومك. انتبهوا هذا شنو هذا؟ أكسيال. هذا السلايدنج أو الأكسيال لنشوف بروتروجين وين؟ بمنطقة الدايفرام. هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يكون سفاليت بورشن. سفاليت بورشن هناك ايش صارت؟ صارت بالضبط كانما الاسوفيغس نفسه دخوله بالدايفرام الاستومك لايننج توسعت به. هنا ايش راح يصير عندي؟ سيبريت بورشن اوف ذا ستومك يوجوالي الونج ذا فاندس اوف ذا ستومك. فاندس وين؟ هذه فاندس. شنو الفاندس؟ الجزء الاول. الجزء العلوي من الاستومك تمام. انتر ذا ثوراكس ثرو ا وايدنت اوبننج. اذا بدخوله بمنطقه الصدر راح يدخل للصدر بشنو؟ طبعا فتحه شبيهة راح تكون متوسعه. The hernia progressively enlarges and increases in size. In extreme cases most of the stomach herniates into the thorax. مرات اغلب الاستومك شبيهة تصعد الى الصدر هي بالبطن صح؟ لكن سيفير كيسز نشوف هذا الجزء يكبر 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 ويرتفع كانما السمك ثلاث ارباعها صاعده. واضح؟ زين احنا طبعا هذا اللارج بارا اسوفيجال هيرنيا ما يريكواير شنو؟ سيرجيكال تريتمنت.
هذاك ما يحتاج. ليش؟ لأنه هو clinically insignificant، يعني ما يأثر على صحة الشخص، لكن هذا راح يأثر طبعا هنا على بين وغيرها 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 بالبارا إسوفيريال حياته. أبو أحد عنده سؤال؟ أي لا ترجع، لا ترجع على الإسوفيكس، لكن نفسها نفسها اللي يكون سدة تكبر شوية ليصير فيها دايلتيشن، لكن النانا بورشن أي بورشن كامل جزء من عدها يرتفع للصدر، جزء من عدها كامل زين يتوسع ونشوفه خارج الإسوفيكس. هناك شنو؟ نهاية الإسوفيكس وبداية دخوله للستمر بمنطقة الدايفرام. هنا جزء كامل يصعد من عدها، يصعد وين؟ يصعد للثوراسيك مثل ما قلت لكم، ألم وضيق بالتنفس وغيرها وغيرها. هذه السر حتى طبعا السوالوينج اللي يربي الأدم. الجي اي ار دي هذا الجاس رئيسه في قلرف له. تفضل ادخل ماما ادخل. هنا ايش راح يصير؟ هذا الجاس رئيسه في قلرف له ديزيز هو الكونديشن كوز باي شنو؟ طبعا اكيد لا تسمعوا رفلكس، يعني شنو؟ رد فعل او رد فعل فشي راح يرجع. هنا ايش راح يصير؟ الجاستر كونتنت ايش راح يصير فيها؟ راح ترجع تصعد وين؟ الاسوفيكس. تمام؟ فهنا انا طبعا هذه مثل ما قلنا باك فلو اوف ستومك كونتنت انتو ذا اسوفيكس ريزلت فروم شنو؟ ليش يرجع؟ هسه انا عندي سفنكتر بين الاسوفيكس وبين الستومك، ليش يرجع الاكل؟ اكيد اكيد السفنكتر راح يكون فيها ويكنس اللي احنا نسميه بروكس ارتخاء. تمام؟ فراح تكون ويك هذه السفنكتر وراح ترجع الكونتنت الى الاسوفيكس. المفروض هو ما يرجع. إذن it results from شنو؟ weakness or incompetence، يعني هذه ما تقوم بعملها of the lower esophageal sphincter that normally should تسوي loss reflex of stomach content into the esophagus. تمام؟ كل سفنكتر صح؟ تمرر وما ترجع المفروض. فإحنا أنا راح يكون up weakness because of the هاد روحي تغسلين بنتي؟ تحين تغسلين ماما؟ يلا because of their high acid content اللي هو low pH reflex of stomach شو يسوي؟ شو تطلق مو يروح المرض شي ولا الطبيب يقول عندي حموضة، هو بالحقيقة الحموضة مين جاية؟ مو هو اكو ألسر، لكن اي ولا اكو ايش يصير؟ ده يرجع طبعا الطعام من الاستومك، الفود كونتينت من الاستومك، واللي هو يرجع وياه منه الاسيد اللي هو ده يسبب سيكريشن بالاستومك. هسه عندي اريتيشن انفلاميشن اوف ذا اسوفيجس اللي اسميه اسوفيجايتس ذات كان ليد تو ألسريشن اوف اسوفيجس. اكيد 100% يعني عندي ميوكوزا هيلثي لما ده يجي اسيد اريتيشن دائما شو يصير فيها؟ أصلاً. يعني ياخذ وقت، لازم ياخذ وقت، اي لازم ياخذ وقت اكيد. تمام؟ بس هو انت هاي الحاله هي كرونيك، هو السفنكتر لما بيها ويكنس ما اكون شويه لا بعد ارجع للطبيعي، لا اللي يصير عنده هذه زنقه. تمام؟ احنا ينطوهم طبعا هم علاجات ويتخلصون من السيمبتومز اللي تصير. الهياتن هارديا may also cause اسميه الجاسترو اسوفيجال ريفلكس. تذكروها؟ تذكروها الهرنية؟ تذكروها؟ ايضا هذه ليش؟ ليش؟ لانه رجوع الاستمك المن هذا البروتروجن اللي يصير وين؟ بالاسوفيجس. فالطعام اوريدي ده يصعد وين؟ بالاسوفيجس، فممكن يصير عندي الجي ار تي. تمام؟ طيب شوفوا الـ body flow of acid and stomach contents into شنو؟ شوفوا هذا المفروض أني normal عندي شنو هذه؟ أكو سفنكتر، لكن هنا السفنكتر weak. تمام؟ فده يصير رجوع المن للـ content from the stomach المن إلى الاسوفيجس. واضح؟ واضح لو عندنا سؤال؟ فإذا هذه مثلا من تجي شلون يجي السؤال؟ يجي مثلا ليش ده يصير؟ واحدة من عندهم مش راح نقول relaxation أو مش راح يكون weakness of شنو؟ السفنكتر اللي موجودة في الاسوفيجس. المانيفستيشن هنا ايش راح يصير؟ أكيد أكيد
شي يروح شي يقول له عندي حرقة تمام. فبرنينج بين ان ذا ابيغاستريك ريجن. وطبعا يعني بالحقيقه هو هذا شنو المريض اللي مصاب بالرفلكس هذا شي يروح للطبيب شي يقول له عبالة عنده جلطه. ليش؟ لان الالم وين؟ الالم فوق زين. فشي في يتوقع عنده هارت اتاك لان البين راح يضرب عنده من هنا لهنا زين. فراح يشعر انه شنو راح يشعر عنده مشكله بالقلب. فهنا راح يصير عندنا هذه البيرنينج بين اسميه هارت بيرن ذات ماي بي وورسد باي الكوهول كونسبشن. اكيد كل ما يزيد الاوريتيشن بالستومك وهو يعني الستومك كونتنت اللي ده يصعد بالاسوفيجس راح يزيد عندي هذا الاوريتيشن او البيرنينج بين لانه هي الكوهول كونسبشن كافيين سموكينج اكسرسايز اند اوبيسيتي. هذا ايضا الحركه الزايده والسمنه ايضا هذا ايش راح تسوي؟ راح تصعد. ليش اوبيسيتي؟ ياكل هواي تمام زين. وانا عندي مشكله بالسفنكتر فايش راح يصير؟ دائما عندي صعود لي او رجوع للكورتيك. Reflex may be also worsened by lying down. أكيد 100% أنا من داس هذا lying down بحالة الاسترخاء يعني شنو؟ أنا دا أشجع رجوع الفود كونتنت صح ولا لا؟ تمام. فإذا شلون يصير أسوأ؟ أسوأ بالنوم يعني هو المريض حتى يروح ينام حتى يرتاح لكن الحالة سوء عنده أكثر. زين إسوفاجيتس شو راح يصير؟ طبعا أكيد التهاب في الإسوفاجس possible ulceration of esophagus أكيد لأنه مثل ما قلنا لا يرجع هذا الكونتينت ويا الأسيد. ودسفيجيا poor nutrition صعوبة بالبلع وأيضا عندنا poor nutrition مثل ما قلت لكم هو عنده ألم بعد ما يأكل عنده ألم وديش أو الألم دا يزيد بعد الأكل فش راح يصير عنده؟ راح يصير بعد خلص ما يأكل. وأيضا لأنه راح يصير عندنا سوء هضم وغيرها من هذه الأمور اللي ممكن تأثر على المريض لأن دائما يشعر عنده ألم في منطقة المعدة. Possible increased risk of esophageal cancer with chronic esophagitis. طبعا احنا من احد الاسباب اللي تؤدي الى الكانسر شو يصير عندي؟ يصير chronic infection او chronic inflammation. هذا الكرونيك انفلاميشن ايش يسوي؟ يسوي دمج للنورمال سيلز اللي موجوده وهو كرونيك وممكن يغير النورمال سيل يحولها الى مالجنت سيل او كانسر سيل راح يصير عندي كانسر تمام. يصير اكو زياده بعدد الخلايا ويصير عندي تيومر وبعدها يتحول الى الكانسر. التريتمنت واي الجي اي ار تي راح يكون كونسبشن اوف فريكوينت سمول ميلز راذر ذان لارج صح؟ صحيح ولا لا؟ أنا بدل ما هو يصير عندي رجوع بدل ما أنطي هواية أكل وصعوبة راح يتصرف إيش آخذ سمول ميلز لكن إيش فيها متعددة حتى ما يصير عندي شنو؟ ما يصير عندي poor nutrition وما يصير عندي أنيميا. زين sleeping with head elevated إيش قلت لكم أنا؟ lying down الاسترخاء مو زين على هذا المريض فإيش إيش يحاول يصعد راسه بالنوم واضح؟ حتى ما تصير عنده هذه وضعية الاسترخاء ويرجع الطعام. Consumption of fluid with meals to wash food out of the esophagus. آخذ مي هواية ليش؟ حتى أدفع الطعام اللي دا يصعد أو اللي ممكن راح يصعد من الاستومك through the esophagus. واضح؟ فإذا هسه شنو التريتمنت؟ نمبر 1 شنو؟ قللنا وبعدين شنو sleeping with elevated head وبعدين عندي consumption of fluid with meal زين. use of anti acid or proton اكيد طبعا لازم الامبرازول لازم نعطيه ليش؟ حتى يقلل الاسيديتي اللي اذا تصعد ويا شنو؟ ويا الفود كونتنت من الاستومك المن الى الاسوفيجس. وطبعا سيرجري اف حياته ونرنية از بريزنت واضح؟ فاذا كان الكوز هو ايش قلت لكم اني ممكن يكون شنو؟ الحياه الهرنيه هي السبب. فاذا موجوده ايش راح يسوون لها؟ لازم يسوون لها سيرجيكال ريموفينج تمام؟ هسه خلصنا الديس اوردر اوف اسوفيجس نحكي عن الاستومك. اكو احد عنده سؤال؟ واضحه؟ زين عرفتوا شلون تجي الاسئله؟ زين الجاستريتس شنو الجاستريتس؟ انفلاميشن اوف جاستريتس استومك تمام؟ طبعا يكون شنو؟ acute or
عليك 100%. وطبعا الكلينيكال كونديشن ابنورمال او ابدومينال سوري ديس كومفورت لايك انديجستشن اور ديسبيبسيا. انديجستشن اور ديسبيبسيا يعني سوء هضم وعسر هضم، تمام؟ ديسبيبسيا يعني سوء هضم، انديجستشن يعني عسر هضم. فاذا ليش يصير؟ لان هي الاستومك شفيها اصلا ديزيز، فما راح يصير اي من يقوم بعمليه الدايجستشن الاستومك، صح؟ فاذا لما يصير عندي جاسترايتس راح يكون عنده انديجستشن او ديسبيبسيا. الاكيوت بين شورت ديوريشن، صح؟ بيكون سيفير يعني كلينيكال سيفير، ترانزيت اريتيشن اند انفلاميشن اوف ذا ستومك لاينينج may be caused by factors such as alcohol consumption, aspirin use and stress. واضح؟ هسه مرات شنو؟ مرات واحد ضايج يحس فاذا هذه ايضا ممكن يكون اكو acute gastritis السببيه. الانفلاميشن اسوشيتد وذ اكيوت سيلف ليميتنج، اذا شبيه اي ماما طبي تعالي شبيه اذا الاكيوت gastritis سيلف ليميتنج، حتى ما ياخذ تريتمنت ما ياخذ اي مديكيشن بحالة الكرونيك؟ لا اكيد عم بحكي اكيد، تمام؟ زين، فهذا سيلف ليميتنج بروسيس ذات داز نوت يوجوالي ريزن ان لونج تيرم انجري، تمام؟ فاذا بالاكيوت سيلف ليميتنج يعني يحس ديستربنس هنا بس ثاني يوم يقعد او بالليل هو شمال. واضح؟ هاي بحالة الاكيوت يعني انفلاميشن بسيط او انفكشن صاير عندي بسيطة. زين الكرونيك لا، راح يكون كرونيك اريتيشن chronic inflammation وين يعني ياخذ long duration، فراح نشوف انه شنو may be caused by bacterial infection, alcohol abuse or long term aspirin and non steroidal anti inflammatory drug اللي هو مثل الوالدارين وغيرها. دائما دائما الطبيب شو يقول؟ بعد الاكل ما يصير تاخذوه على معدة فراغ، لانه يسوي هذا الاريتيشن، والاريتيشن ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي الكرونيك غاسترايتس او الاكيوت. زين، كان ليد تو اتروفي اند ألسريشن اوف شنو؟ فاذا هذا الاريتيشن الغاسترايتس شو يسوي لي؟ تمام؟ اتروفي اند ألسريشن اوف غاسترايتس. يعني اذا اجيب اتروفي غاسترك اتروفي may be caused with واعدل تمام؟ فنقول كرونيك غاسترايتس اللي راح يكون موجود عندكم بال بالاوبشنز بالام سي كيو. زين هسه انتهينا بالنسبه للغاستريتس. واضح لو اكو احد عنده سؤال؟ اريتيشن انفلاميشن انفكشن، هذا الشورت ديوريشن، هذا لون اول واحد هو سيلف ليميتنج، الثاني لا شنو يحتاج من عندنا ريجوليشن وتريتمنت. زين البابتيك السر، بابتيك السر سامعين وايد سامعين عن معنى شكل البكتيريا ممكن انا شاهدها بالاتش بايلر. اتش بايلر زين. فاذا الانتيرابكتيك السر ريفيرز تو شنو؟ اروجن راح يصير عندي تشققات او يعني تلف بالميوكوزا لايننج اي بورشن اوف ذا جي اي تي. لكن هي وين تصير؟ عند السر اكرز ان ذا ستومك لايننج ات از سبيسيفيكلي ريفيرد تو شنو؟ جاستريك السر. موست السر اكر ان ذا دودينوم and an elderly patient. فإذا أكثر البابتيك ألسر اللي تحدث وين؟ بالدودينام. إذا صارت بالستومك شو أسميها؟ غاسترك ألسر. وش وقت تصير أيضا أكثر عند الأشخاص اللي هم أكبر بالعمر، تمام؟ الكوزز مال ألسر أو البابتيك ألسر ديزيز انكلود ذا فالوينج. شو يصير عندي؟ شوفوا هنا هاي الألسر اللي تصير. هاي الألسر أنا إيش قلت تصير وين أغلب؟ بالديودينم، لكن ممكن تمام. شوفوا هنا أنا حاط لكم اتش بايلوري، حاط لكم النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز اللي هم مثل ما قلت لكم الروتارين وغيرها. زين هذه إيش راح يكون عندي الكوزز؟ أول شيء شنو؟ الاتش بايلوري انفكشن 80% من الحالات اللي عنده غاسترك ألسر، اللي عنده بابتيك ألسر شو يقولوا له؟ ياخذوا منه. تتذكرون انا ايش قلت لكم؟ يسوون ستول اكزامينيشن ويسوون انتي بودي وانتي جين، هو الانتي جين يكون بالستول، لكن الجولدن ستاندرد ميثود فور دايجنوسيس شنو؟ بايوبسي، مو عدل بريزنج زين مال يوريز، لا الجولدن ستاندرد ميثود هي البايوبسي. البريزنج تيست ممتاز ويعطي نتيجه ممتازه بس مو كل المستشفيات، تمام؟ فإذا
يسموه طبعاً هم البيوبسي. فالإنفكشن قلت لكم 80-95% اللي يكون عندهم غلطة أكثر شبيهة. شنو السبب؟ أجبايوري إنفكشن إنفكشن with impaired شنو؟ Protective mechanism of GID against low pH and digestive enzyme and lead to ulceration of the mucosa. طبعاً راح تجي تقعد البكتيريا فش راح توخر البروتكتيف ميكانيزم اوف ذا ستمك. اللي بالستمك شنو بيها ميكانيزم؟ ميوكوس ممبرين. تمام، الميوكوس حتى تحميها من شنو؟ الاسيد. دخل ماما الميوكوس لايننج من الاسيد اللي موجود اللي دا يصير له سكريشن ويا شنو عمليه الدايجستشن. فاذا هاي البروتكتيف ميكانيزم كلها راح تتاثر واوصل اما اني اوصل الى انه يصير السريشن اوف ذا ميوكوس. هسه نمبر 1 حكينا اتش بايلوري. نمبر 2 الستريس ايموشنال، زين تروما سيرجيكال ممكن كلها تسوي لي اثر. واضح؟ وايضا بعد شنو عندي انجري اور ديث اوف ميوكوس برودوسينج سيلز. انا شو احتاج حتى احمي الميوكوزا؟ شو احتاج؟ احتاج ميوكوس، صح؟ اذا صار دمج بهذه السيلز اللي تنطيني الميوكوس بما معناه راح يصير اثر بالميوكوزا لو لا؟ لانه البروتكشن البروتكتيف ميكانيزم للميوكوس برودكشن صار بيها شنو امبيرمنت او صار بيها ديفكت. فبدل ما تنطيني هاي الخلايا الميوكوس حتى تحمي الميوكوزا ذات لايننج للستومك، ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها رابتشر او دامج، فما عندي ميوكوس. ايش راح يصير؟ الاسيد شو يسوي؟ يسوي اثر بالميوكوزا. The chronic use of aspirin and non-steroidal inflammatory agents had تسوي irritation بالميوكوزا وتسبب الألسر. وعندي excess acid production in the stomach. الهرمون gastrin stimulate the production of acid. انتبهوا شو دا يصير عندي زيادة بالproduction of acid in the stomach. راح يكون مسؤول عنها منو؟ الغاسترين. شو يسوي؟ stimulation المن للproduction of acid in the stomach. Therefore, any factors in tobacco that increase gastrin should serve to lead increase production of stomach acid. وبالنهاية أوصل إلى الألسريشن. طبعاً ألسر وأسميها الحالة لما يصير عندي increasing بالغاسترين production أسميها زولنجر إلسر سيندروم. شنو هذه زولنجر إلسر سيندروم؟ هذه عبارة عن tumors of شنو؟ سميتها اني اي زياده الغاسترين شو يسوي؟ اسيد برودكشن. فاي زياده تؤدي الى زياده الغاسترين بما معناه اوصل المن اوصل زياده بالاسيد برودكشن. يا حاله هذه الكونديشن شنو هي سببها؟ سببها تيومر بيش بالخلايا اللي شفرز غاسترين سكريتنج اندوكراين سيل. فلما يصير تيومر يعني زيادة عدد الخلايا، زيادة إفراز غاسترين، زيادة تجمع منو الأسيد، وراح يؤدي إلى شنو؟ إلى ألسر. واضح لو لا؟ تمام؟ زين، هذه طبعاً شنو راح يقولنا الإندوكراين سيل اللي موجودة بالبنكرياس أور ليس فريكوينتلي إندودينال وول. واضح؟ فإذا الخلايا اللي تفرز غاسترين اللي موجودة بالبنكرياس، ولكن ممكن حتى اللي موجودة بالدودينال أيضا يصير لها تيومر، وتيومر بما معناه تعطيني غاسترين، والغاسترين راح يسوي ستيميليشن المن للأسف. واضحة لو أعيدها؟ واضحة. طبعاً هاي راح يصير excessive acid production by GIT tract development of serious and aggressive peptic ulcer. هاي أنا دا أحكي عن Zollinger ulcer syndrome formation of ulcer in atypical location، يعني بالأماكن اللي مو عادة تحدث فيها. إحنا إيش قلنا؟ أما تحدث بالستمك أو وين؟ بالدودينام. لكن راح نشوف ulcer بغير هذه المكانين اللي ذكرتها. واضح اللي أسميها atypical location. Complication ممكن شو راح يصير؟ perforation راح تخترق هذه الألسر، راح يصير hemorrhage and obstruction. وtreatment may include resection of tumor, administration of H2 receptor. هذا الهستامين H2 receptor شو يسوي؟ يسوي reducing بالacidity وantagonist أيضا، يعني راح يقلل antagonist مالته راح يقلل الacidity، وanticholinergic راح تشتغل ضد الcholinergic drugs والanti acid. طبعا هذه كلها المديكيشنز اللي ذكرتها شو تسوي؟ تسوي reducing بالacidity. واضح؟ تمام؟
من يصرحنا عن البرفوريشن هي المشكلة حقيقة، واللي الأشخاص فيها يوصلون للديث، وكثير كثير إحنا سامعين عندها ألسر، عنده ألسر يوصل للمستشفى يموت. ليش؟ يقولون الفترة القرق زين، خلاص راح يصير كومبليت برفيوجن وراح ينفجر داخل الصمغ وتؤدي إلى manifestation of portal ulcer disease episode ovulation and exacerbation. يعني شنو؟ يعني الألم يروح يجي تمام، remission يختفي، يرجع شبيه exacerbation. واضح؟ هاي بالنسبة لل manifestation gastrointestinal bleeding and possible hemorrhage. يصير 20-25% of patients يصير عندهم يدبون جلد، يصير عندهم vomiting، وش يكون؟ يكون bloody perforation of ulcer with significant شنو؟ مرتوم. شبهت؟ يقولكم يوصل البيشنت للمستشفى يموت والله. زين شنو السبب؟ رابتشر. العمليه يقول يقولون فجرة المرحبا. زين لكن هو جاي سبب يصير perfusion، وده تخترق، ده تثقب جدار المعدة. تمام؟ ايش راح يفعل obstruction of GI too ممكن يصير irritation, inflammation وغيرها وغيرها على مكان الألسر. شو تسبب؟ تسبب obstruction للجي. The treatment مالته شنو؟ avoidance of alcohol, smoking and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Antibiotic therapy أكيد 100%, which has been shown to be highly effective in eradicating of H. pylori. ينطون triple therapy اللي هي proton pump inhibitors اللي هو الامبرازول وغيره، أكيد ينطون anti-acid. هذا التيبل حقيقة أريد أخليه as shown in table below، بس يصير أشير لكم إياه. أكيد ما تحتاجوا، يعني إحنا ما نحتاجه، بس مجرد أن يعرف الأنتيبايوتيك ثيرابي خلاص هذا يكون بالباز ميجوريتي أوف بيشن. أنتي أسيد أكيد H2 أنتاغونست مثل ما قلت لكم الهيستامين أنتاغونست وميوكوزال بروتكتنت. ليش ينطون ميوكوزال بروتكتنت؟ أي سيمتيدين وغيرها وغيرها، ليش؟ حتى يحمون الميوكوزال ذاك عن الباز. تمام؟ زين هسه خلصنا الموجودة disorders of the stomach، راح نحكي عن disorders of intestine، راح نكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. لو أكمل الفيروس وبكتيريا وغيرها مع الجي آي تي، أو مباشرة أدخل على الهيباتوبيلياري disorder، يعني اللي تصير بالليفر والجول بلادر، لأنه كلش مهمة حقيقة. يعني أريد أعطيكم إياها وأغطي المادة، لأنه يعني حضوركم القليل حقيقة ما يشجع، ولو أنتم زينين كمان غير جروبات يعني. فورقة الحضور وين وصلت؟ جبلت؟ منو ما سجل؟ يلا بعدين متى تخلص المحاضرة تعالي يعني سجل. تمام هسه واضح؟ لو عندنا سؤال أرجع أعيد شيء معين من اللي ذكرته، واضح؟ الأرثوموبال سيندروم، الأرثوموبال شو أسميها؟ functional جي آي تي disorder. يعني شنو functional؟ وظيفة مرضية. إيه وش أشوف دائما؟ الحين شو يصير عنده؟ يصير عنده ألم، يصير عنده دياري وغيرها، هذه من الأشياء. لكن هي شو يقول؟ يقول characterized by variable combination of chronic and recurrent intestinal symptoms. شنو intestinal symptoms؟ vomiting diarrhea pain. زين بالانتستينال اكثر يكون دياريا اكثر من vomiting. لما يكون بالاستمر اقول يصير عندي الم او قد يحدث. زين not explained by، يعني هذه الابدومينال سيمبتومز اللي تصير او الانتستينال سيمبتومز، لكن المريض ايش فيه؟ سوري ما عنده مشكله بالتشو بالاورجنز زين، ولا عنده اصابه، فايش يقولون عليها؟ with no أو not explained by structural or biochemical abnormalities. تمام؟ there is evidence to suggest that 10-20% من الأشخاص اللي هم بالwestern countries يعني هم from developed countries شبيهم عندهم هذا disorder although most do not seek medical attention. يعني دائما يصير عنده ألم بالبطن بس خفيف يروح، فما يروح أصلاً. زين هذا irritable bowel syndrome. الكوزز مالته شو يكون؟ أكيد أكيد وحتى ايضا عندنا السكريات والدهون كلها شنو المعده ما تلحق. تمام ما تلحق يصير دايجستشن، فشي يشعر المريض هو الديسببسيا يعني شنو قصر هضم او سوء هضم. قلت لكم فدائما شنو اكو الم هنا فوق بمنطقه
الاستومك. انتولرنس تو فود ايتم، حتى مرات التحسس ضد الطعام يسوي لي الارتبل بار سيندروم، يعني اكو هذا الالم. المنتال ايلمنتس ايضا ممكن الامور العقليه والذهنيه، وشو هو يشعر انه عنده لكن هو شنو ما عنده اي الم. وانفكشنز ممكن اي اصابه بسيطه تسبب لي، والايموشنال ستريس اللي قلت لكم عليه مرات هو كل شيء ما بي، لكن من يصير ستريس يشعر انه معدته توجعه. والجي اي تي موتور بروبلمز ايضا اذا اكو اما دياريا اما كونستيبيشن، شو تسبب لي هذه؟ تسبب لي الم صح؟ فهذه ممكن تسبب عندي هذه السندروم. الارتبال باول ديزيز كاركترايز باي شنو؟ persistent or recurrent symptoms of abdominal pain. مو قلت لكم alter bowel function، bloating راح يحس نفسه نفخة، مو هو شيء يحس نفسه منفوخ، يحس انه عنده غازز، لكن حقيقة هي شنو الموشن هي اللي مختلفة. نوزي عند انوركسيا اكيد 100% يصير عنده لعبان نفس، وكونستيبيشن اور دياريا، وانكزايتي اور ديبرشن. مثل ما قلنا هذا البين اللي مستمر عنده شيء يحسسه للبيشن، يحسس هو لو متنفس لو شنو لو ديبرس ضايج، يعني دائما عنده ألم وما يعرف شنو السبب. يعني هسه يروح للطبيب وقلنا ماكو ستراكشرال ولا بايوميديكال ابنورماليتيز، زين ما عنده سبب لكن دائما عنده ألم. زين الهول مارك اوف الريتابل باول سندروم شحم ايش قلت لكم عليها؟ ابدومينال شنو؟ واضح كل هاي الامور ذكرتها. هو شنو البيشنت شي يشعر عنده ألم بمعدته؟ زين فهنا ايش راح يصير؟ هذه that is relieved by defecation again and associated with a change in consistency or frequency of stool. إذن لها علاقة لما يكون أكو مثل ما قلت لكم constipation، يعني consistency أو diarrhea. زين وأيضا شنو عدا الconsistency أيضا عندنا الفريكونسي، كل ما يروح للباثروم أكثر، كل ما يروح للتواليت أكثر، كل ما يكون مرتاح أكثر. Abdominal pain usually is intermittent، اي ما راح يكون مستمر. Cramping and in the lower abdomen، يعني تجي نوبات من الألم وين يشعر بيها؟ مثل ما قلت لكم هو عادة المفروض هنا يشعر، لكن مو يشعر بيها، تنزل إلى حد بطنه. فشي يسوي؟ دائما يسوي هالشيء. زين؟ فالألم موجود هنا بهذه المنطقة. وطبعا الكونديشن is believed to result from dysregulation of شنو؟ صح؟ ايش قلنا احنا؟ ما عندنا فوز. بس شو يقول؟ يقول شنو ممكن يكون؟ الموتور، تمام؟ الموتور انتستينال موتور عن سنسري فانكشن مودوليتد باي سي ان اس، ايش صاير بيها؟ ديسريجيليشن، تمام؟ يعني النيرف اللي راح توصل لي السنسيشن واللي راح تسوي الانرفيشن ايش بيها؟ ديسريجيليشن. اما اكو زياده بالموتيلتي اما شنو؟ قله. فالقله تسوي كونستيبيشن، الزياده تسوي دياريا، واوصل بالنهايه لشنو؟ للبين اللي دا يشعر بيه. واضح لو لا؟ تمام؟ هذه الارتبال باول ديزيز. هسه الانفلامتوري باول ديزيز هذه جبت لكم، زين حكينا عنها اللي هي بين وغيرها، هاي الامور كلها اللي ذكرتها بالموتور او ذا انتستين راح يصير وبسبب السي ان اس ديسريجوليشن انرفيشن. يعني هنا ايش راح يكون؟ راح نحكي عن الانفلاماتوري باول ديزيز. من اقول انفلاماتوري ارتبل شنو ارتبل؟ تهيج، يعني تهيج مو مستمر، يعني يكون تمام. الانفلاماتوري باول ديزيز او سندروم شنو يعني؟ يعني شنو عندي؟ عندي انفلاميشن. فالكرونز والالسرتيف كولايتس راح نحكي عنهم اليوم، هذول يعتبرون شنو؟ يعتبرون ضمن الاوتو اميون ديزيز. ليش؟ الجسم يبدي يهاجم نفسه، فيبدي يصير انفلاميشن وين؟ بالسمول انتستين واللارج انتستين. واسميها الترم انفلاماتوري باول ديزيز الاي بي دي از يوز تو ديزيجنيت تو ريليتد انفلاماتوري انتستين. من هو؟ كرونز ديزيز. كرون او ورا راح يكون كوما واس، هو كرونز ديزيز. وبعد السرطان كولايتس. تنتبهون علي وتنتبهون شلون راح تفرقون بين هذول التو ديزيزز اللي تصير في الباول، او يعني هي راح تكون بالانتستين. Although the two diseases differ significantly to be distinguishable، يعني اميزهم
they have many features in common. زين هسه يختلفون تماما. راح افرقهم، راح افرقهم من السايت، راح افرقهم من الشيب اوف ليجن او تايب اوف ليجن، لكن شنو عندهم شيرنج بيش كومن فيتشر. واضح؟ راح نشوف شلون اثنيناتهم ايش فيهم يسوون انفلاميشن اوف ذا باول. Both condition lack شنو confirming evidence of a proven causative agent، لذلك حطوهم ضمن خانة منو الاوتوميون ديزيز. واضح؟ فهسه ماكو سبب، ماكو فد انفكشن معينة تسبب لي هذا الانفلاماتوري رياكشن اللي يصير بالباول اللي يصير بالانتستين، لذلك حطوهم ضمن الاوتوميون ديزيز. طبعا ايش فيهم؟ Both have a pattern of الشخص اللي عنده خصوصا الالسرتيف كولايتس، خصوصا الشخص اللي عنده الالسرتيف كولايتس 100% اخوانه عندهم اهل عندهم. زين دائما دائما من انا كنت اروح مرات المستشفى على العموم اشوف اللي يجي والانشاب راسا يساله يقول له مثلا هم خمسه يقول له احنا اربعه عندنا اشوف. تمام؟ فاذا هو ايش فيه؟ يكون عند pattern of familial occurrence and both can be accompanied by شنو systemic manifestation راح نحكي. واضح؟ زين. Crohn disease or Crohn's disease most commonly affect ventubule. شوفوا هنا الفرق. Distal small intestine and the proximal colon. شبيهة دبوا عليها. Skip lesion. شنو skip lesion؟ Skip lesion patches محددة منتشرة. باتشز يعني شنو؟ يعني ومن اقول كونفيرماتوري باتشز يعني شكلها محدد، مو الحدود مالتها من بينه. زين وش بيها؟ ديستريبيوتد. لكن الليجن مال الالسرتيف كولايتس شو تكون؟ تكون مستمره من بدايتها الى نهايتها. واضح؟ واضح كلامي؟ زين هسه اذا اللوكيشن يختلف. ديستال سمول انتستين يعني شنو؟ وين انتهي انا من السمول انتستين؟ تمام؟ اخر شيء هو البروكسيمال كولون سايت وش فيها شيء يكون؟ سكيب ليجن. هذا منو؟ هذا الكرونز ديزيز. بس كان افكت اني اريا اوف جي اي تي ما يخالف، او ممكن يقول لك من الاسوفيجاس للانس اشوف الكرونز ديزيز، لكن عاده وين؟ بالدستال بالدستال وبالبروكسيمال كولون، يعني نهايه السمول انتستين وبدايه اللارج انتستين. لكن يقول انه ممكن اشوفه بالجي اي تي كلها. Whereas ulcerative colitis شبيها compared to the colon and rectum صح؟ شبيها الليجن شبيها عليها مو سكيبت ليجن، ما تكون هذه الباتشز لكن تكون continuous ليجن اشوفها بالدفع. هذا الكرونز ديزيز اللي حكيت عنه بالبدايه شبيه. تمام؟ بنشوفه شلون؟ بالدستل سمول انتستين وبعد بالكولون وش فيها هذه باتشز عليها، لكن الاثارات كلها تشوفوا كولون وركتم وش فيه؟ كله يدخل الطبيب بالاندوسكوب كله ما يكمل بعد. اثارات كلها تمام؟ كلها ليجن كلها واضحه ومبينه. زين بينما الكرونز ديزيز لا يمشي بعد اكثر. حتى يشوف هذه الباتشز اللي يبحث عنها. واضح طلاب لغاية الآن ولا لا؟ تعبتوا؟ زين. كرونز ديزيز هسه راح احكي عنه. Although the exact etiology مثل ما قلنا is unknown, that appears to be significant autoimmune. تمام؟ فإذا ضمن الأوتوميون. Much recent interest has focused on the possible role of pro-inflammatory cytokines. لان انا شو عندي؟ جلد عندي انفلاميشن، فينطوني برو انفلاماتوري. زين ينطون هاي المونوكلونال وغيرها ينطوها، فشافوا شبيها افكتيف بالبروس ديزيز. لو لا يعني امراض مزمنه حقيقه هو يبدا. فاذا هذه لها علاقه بالباثوجينيسيس اوف ذيس ديس اوردر. وطبعا الكلينيكال مانيفستيشن اوف برونز ديزيز شو يكون عندي؟ دياريا. Blood is usually not evident in the stool but may be occult. يعني يكتشفوه بالستول سامبل. زين ما يشوفون يعني الستول سامبل ما يكون ريد، ما يكون بلادي او اشوفه بعيني، لكن شنو؟ بالتحليل طبعا بالجنرال سيل اكزامينشن راح يشوفون ار بي سي.
intestinal pain similar to indigestion and fever. فإذا هنا لين عندي inflammatory reaction. شوفوا هذا Crohn's disease راح يكون عنده fever, fatigue, stomach pain, vomiting, weight loss, diarrhea, blood thinness. يكون بلاد موجود لكن أغلب الحالات ما يشوفون البلاد دياريا لكن يشوفون بالدايجنوزن. التريتمنت شو توقع عنه؟ انفلاميشن فيرست نعطيه انتي انفلاميشن تمام؟ وهو دياريا فده ينفقد ماكو ابزوربشن فش يصير عنده؟ يكون اكو بور نيوتريشن فالنيوتريشن نوت سبلمنتيشن تو اوفسيت ذا بور نيوتريشن ذات نوت ريزلت فروم انوركسيا and it's the intestinal malabsorption مثل ما قلت لكم total parenteral nutrition مغذي زين may be indicated in severe cases. Anti-inflammatory drugs again recently considerable research has focused on the role of pro-inflammatory cytokine in Crohn's disease and the possibility that drugs or antibodies that block cytokine action might be of benefit in treating cases. هذه اللي قلت لكم عليها الانتي بودي حتى شنو؟ حتى تقلل البرو انفلاماتوري ماركرز او انفيشن على السيتوكاينز اللي ترتفع. هسه احكي عن الالسيرف كولايتس انفلاماتوري ديزيز اوف منو ايش قلنا؟ هيك شانت ديستوم والبروكسيمال كولون. هنا أنا فقط عندي كولون ركتم ديزيز برايمري افكت ذا سبلي بيكوز لاير اوف ذا انتستين. ان لايك كرونز ديزيز الباترن اوف انفلاميشن ايش فيها؟ Continuous throughout the affected area. Like Crohn's disease, ulcerative colitis present with period of remission and exacerbation. يعني نفس الشيء. موضوعات الألم تروح وترجع. تروح وترجع. مو ألم مستمر. زين. Although the exact etiology of ulcerative colitis is unknown, genetic and immunological factors شبيهة likely contributes. بس أنا ما عندي. تمام؟ سميت autoimmune disease. لكن ممكن شنو؟ الإيميونولوجيكال فاكتور والجينيتيك ممكن تساهم بأحداث المرض. individuals between age 20 إلى 40 are more susceptible. كل اللي شفتهم هاي هم شباب. شباب يعني صغير. زين؟ فأكثر الأشخاص اللي هم more susceptible to be infected with ulcerative colitis شبيهم أعمارهم 20 إلى 40 و particularly those with a family history of the disorder. يعني ما اجى بيشنت دخل الاندوسكوبي يونت الا ما كان عنده اخوانه اخته اخوه امه يعني الاثنين نمس مانيفستيشن اوف بوث كرونز والسرطان الشبيب. ايش قلت لكم انا عليها؟ ممكن تسبب لي اوتوماتيك ريزلت اوف اكتيفيشن اوف انفلاماتوري سيل وذ الابوريشن اوف انفلاماتوري ميدييترز. انتبهوا هنا راح يكون اكو انفلاماتوري ميدييترز شو تسبب لي؟ نان سبيسيفيك مو انفلاميشن انتي انفلاماتوري ريأكشن هي شو يصير؟ ميدييترز. الميدييترز شو تسبب لي؟ تمام هذا اللي راح يصير بالبوث ديزيز. والبوث ديزيز از كاركترايز باي ريميشن اند اكزاجريشن اوف دياريا فيكال ايرجنسي. يعني يكون مو دياريا شويه سيمي سوليد ويحتاج دائما يروح للتواليت. واضح؟ وبعد يكون ويت لوس اكيد لانه عنده فقدان وعنده مال ابسوربشن. Acute complications such as intestinal obstruction may develop during period of dominant disease. مرض يجي المرض قوي وسريع. شو يسوي لي؟ يكون قوي وسريع وهذا الانفلاماتوري ريأكشن مستمر فممكن اوصل للمن؟ ممكن اوصل لل obstruction. واضح؟ بعدين سيرجري. Number of systemic manifestations قلتها عن بداية حديثي عن both diseases. هذه شبيهة identified in person with Crohn's disease. فيصير عندي راح تكون arthritis affecting. شوفوا مو واضحة الصورة حقيقة. يعني أنا آخر شيء سويته راح أمدل وماني قد بعد صورة أوضح بس هي راح تبين عندكم arthritis وراح يأثر على الآي وراح يأثر على الاستوماتيتس. فإذا هنا large joint of the arms and leg inflammatory condition of the eye وسكين ليجن يسوي لي مثل ما قلت لكم. ايضا هذا راح نشوفه بالسكين هنا ممكن يكون ويا نفسها الفود. وايضا عندي شنو especially arthmenodosa هنا ايش راح يصير؟ هو عنده ulcerative colitis وعنده يعني عنده بالباو زين لكن ايش راح يشوفون عند هذول الاشخاص؟ راح يشوفون arthmenodosa. شنو؟
راح يصير باتشز على السكن وخصوصا بالليج. تمام؟ هذه شو اسميها اني؟ اسميها جنرال مانيفستيشن، سيستميك مانيفستيشن، ما لها علاقه بالانتستين. هذه تصير هي الانفلاميشن اللي راح يصير. طبعا راح يكون اكو انفلاميشن اوف ميوكوس ممبرين اوف ذا ماوث، ستوماتايتس، بلاد ديس اوردر، انيميا اكيد، يعني مال ابزوربشن وغيرها. In children, growth retardation may occur, particularly if the symptoms are prolonged and nutrient intake has been poor. See? إذا شو يصير بالchildren؟ يصير شنو عندهم؟ retardation، growth retardation، يعني النمو مالتهم راح يتأثر وراح يكون اكو عندهم يعني تأخر بالنمو. ليش؟ لأنه صار prolongation بمن؟ بهذه السيمتومز، والنيوترينت انتيك مالتهم مش بيها. فاذا هذه التو فاكتورز تصير يلا يصير عندي جروث ريتارديشن. هي التريتمنت اوف السيرف كولايتس انتي انفلاماتوري صح؟ تمام؟ مثل الساسينيت سبرس الانفلاماتوري ريسبونس اللي هو السلفازان اللي هو كومبينيشن اوف سلفا امينو ساليسيليت دراج. هذول كلهم يسمون reducing the inflammation. severe malnutrition may require nutritional supplementation والsurgical resection. أكيد 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 surgical resection of disease bowel may be required. هذول خصوصا يكون عندهم chronic ولا chronic ويكون عندهم severe. فش يسمون؟ يشيلون هذه الـ affected side، الـ affected segment من الانتستين. واضح؟ هل عندك سؤال؟